شو خيي نبيل؟ ما ناوي تحط ايدك معي اليوم؟ مالي جلاده؟ مالك جلاده؟ انا شو فارقه معي؟ هلا بيجي المعلم وبيسمعك كلمتين. ايه ويعني اكثر شيء بيكحتني بيناتنا، مش طايق هذا الشغل انا. بعدين عم ننحت كل الشهر عشو؟ انا بدي مصلحه تطلع لي كاش. ليه شو ناوي تشتغل حضرتك؟ مدير بنك؟ هلا صحيح انا ربيان بميتة من ورا بي الحنون، وصحيح انه مش مكفي علمي، بس نحن بنعجبك خواجه سالم. اه والنعم. انا نبيل جورج نعمي، مواليد المصيبي، ولدت ب 25 كانون الثاني سنة 1954. بيي كان يغضب علي كثير، كان قاسي علي. قمت رحت اشتغلت بمعمل، معمل بيعمل قشط وبوف، شغل شو اسمه تبع الشغل، وما بعود بيجي على الشغل. من بعدها أول شغلة عملتها رحت فتحت حساب جاري بالبنك لنجيب دفتر التشيكات. أستاذ نبيل صح؟ إيه أهلا تفضل. كرم. إيه أهلا. بعكني لعندك ابو محمود. بس عرف بدي اتجوز وعايز اغراض للبيت، قال لي ما لك الا نبيل نعمه، اسعار اكسترا. هلا نصحك تيجي لعندي فهمنا، ورح تاخذ سعر سوبر اكسترا، بس ما نصحك بموضوع الجازي. خلص علقت، راحت علي. انا رح انصحك، الجازي ما لها عايزه خدها مني. المهم هلا شو بدك؟ شو ناقصك اغراض؟ يكون واحد عم بيتجوز، بده يتجوز، بده قطع كهربائيه، بده سجاد، بده تريا، بده تلفزيون، بده براد. هيدا بدي كل شيء، ادوات كهربائيه يعني، من الغساله للبراد للتلفزيون، كل شيء. تكرم عيونك يا كرم، اهم شيء تكون كريم بالكاش، تعرف التجار بدهم كاش. لك في كاش بس بدك تضبط لي السعر، يعني بتعرف عندي مصاريف البيت والعرس وبدي ليرة من غيمة. ما في مشكلة، داعم الحساب تدفع 3000 دولار تقريبا، يعني ليل شوي بس مش مشكلة، خلص رح نمشيها. الله يخلي لي اياك. بس بدي منك رعبون صغير، بس تستلم الاغراض بتسكر لي بقية الكاش. باخذ منه رعبون وبقول له قد ايه انت طالبين منك؟ بيقول لي كذا، بقول له انا بجيب لك اياه بكذا، بجيب لك اياه بكذا مثلا. اقل من المبلغ اللي دخيل عرضك. ايه خد اي رعبون يا خيي. امتين بيكونوا عندي؟ عبكره بيكونوا عندك ببيتك. طع روح. اهلا وسهلا، تفضل. ايه شو بساعدك؟ لا ما شيء، عم شوف شوية اغراض للبيت. في شيء محدد؟ لا ليك انا عبويب جازي وبدي كل الاغراض البيت من عندك، فبدك تعمل لي سعر. ايه ما تعترف. بس عندي مشكلة صغيرة. مشكلة؟ مشكلة شو؟ يا خيي أنا وضعي عقدي ومش قادر أدفع حق الأغراض كاش، عرفت كيف؟ هلا شايل شوية مصاري على جنب، بعطيك هن دفعة أولى والباقي بقسط لك إياهم على دفعات، كل شهر بعطيك شيك مؤخر، هي مشكلتي. ما تعتل محلولة، أنت شوف شو بدك وما رح.
حملهم واخذهم لوين لعندي على البيت لعنده الزلمه يوصلوا يكيف ينبسط طا 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 يعطيني المبلغ حطه معي لانه رح عوزه لشو لغيره لعيونك احلى صالون وشيل 100 دولار كمان ليك ليك بحكيك بعدين يلا باي باي مرحبا يا هلا بالسيد وجدي يا هلا كيفك تفضل تفضل والله ما بخفي عليك كنت جاي هلا من عند شاب صديقي بعد واعطاني سعر كثير حلو يعني انا بيتي كبير وما بقبل الا سجاد عجمي باب اول انا اللي بعرف وشو ما اعطيك سعر هذا صاحبك انا بعطيك اياه اقل والله اعطانا 15000 الصراحه 15000 والله اشترينا وانا بعت بس بدك تعطيني رعبون تعرف المبلغ كبير ما بدي بكره اجيب السجاد تقوم بعدين تغير رايك تفوتني بالحائط قد ايه رعبونك يا اخي بدي على القليله على القليله 5000 دولار ما في مشكله وحبه مسك ولاطمن لك بالك اكثر رح اعطيك شيك امانه بقيمه الرعبون بس سلمك السجاد بترد لي الشيك وبتسكر لي بقيه الحساب كاش ما في مشكله ابدا زلمي اجى لعندي هيدا كان جاي من برا وعم بيفتح بيت كان شقته كبيره كثير ومعه مال بده يشتري سجاد كان وسجاد بده اياه ثقيل كان قلت له اعطيني رعبون ما بدي اياك ترجع بكلمتك جيبهم من هون تقوم بعدين شو طلعني بوش واعطيته تشيك امانه بالرعبون اللي انا اخذته هون طمن باله ايه اكيد بده يطمن باله لانه اخذ رعبون وبعدين تشيك باسمي وهويتي روح عمل له السجاد جيبه واعطي تشيكات للشركه اللي عم جيب منها انا تشيكات مأخره ما بعرف صعب شوي على راحتك انا مرقت على كذا محل وقبله معي قلت انا بعمل لي برمي بركي لقيت سعر احلى ما تاخذني انا مش عم باخذ سجاده او اثنين عم بفرش بيتي كله طيب بالاذن طول بالك يا استاذ عم اهلك شوي قد ايه بدك تدفع دفعه اولى 2000 دولار 2000 دولار طيب رح ابعت الشاب ياخذ لي قيسات اللي بيتك على قريتم ما تعطى الهم انا بيجي بياخذ شغيلك وانا برده قلت له بدي اعطيك دفعه اولى ما بقدر بعطيك فرد دفعه لا بعطيك تشيكات مؤخره كل اخر شهر بيوصلك شو رحت امنت له السجادات وعطيت أول دفعة وعطيت ثلاثة تشيكات فيهم دفعات كل شهر كل شهر بدفع تشيكات مؤخرة ايه والتشيكات كلها مؤخرة وجبت له البضاعة شو يا وائل هيدي آخر سجادة؟ ايه معلم سجاد عجمي باب أول فرست كلاس والله يا عمي أنت ما في منك هيدا حسابك يا خيي هيدا بقوة الحساب ايوه هيدا التشيك تبعك كمان منيح وهيدي مية حلوين هون بس جبت له البضاعة عطاني المصاري كاش واخذت منه التشيك اللي هو عطيته اياه سند أمانة حبيب قلبي ولك ألف مبروك يا خيي وجدي ألف مبروك شو ما بتعوز أنا جاهز عفش براد غسالة شو ما بدك شو وضع النسوان؟ أنت بس طلب وكلنا تحت أمرك المهم شو؟ الكاش يا أبو الكاش هون صرت مثلا امتين تاريخ الشيك الثاني لازم يندفع امنه روح ادفعه حتى شو ما ينكشف حسابي ما يرتجع لي تشيك ليضمه دفتري ماشي حتى ما يوقف الدفتر تبعي هون صار معي مبلغ شو عملت عملت شغله وحيده انه انا لازم